بابل، وما أدراك ما هي بابل القديمة؟ واحدة من أجمل المدن القديمة على الإطلاق، ومن شدة جمالها وكونها عاملة زي باريس دلوقتي كانت أنظار العالم الحي وقتها كله عليها. زحام في الأسواق وتجارة شغالة مش بتقف، مزار سياحي بيجيلها الناس من كل حتة. بس كان في مشكلة صغيرة حاكمها، النمرود أو زهاك. النمرود اللي كان بيحكم بابل بالحديد ومحكم سيطرته عليها من خلال جيش قوي جدا. وبما اننا بنتكلم عن بابل في زمن قديم جدا، في سؤال اكيد في ذهنك دلوقتي، عقيدة اهل بابل كانت ايه؟ الحقيقة ان السؤال ملوش اجابة واحدة او محددة، وده لان اهل بابل ما كانوش متفقين على حاجة واحدة يتعبدوا لها ويتقربوا ليها. مجموعة منهم بتعبد النجوم، ومجموعة تانية بتعبد الاصنام، ومجموعة تالتة بتعبد الشمس والكواكب، ومجموعة تانية خالص كانت بتعبد النمرود ذات نفسه. بحر واسع من الضلال الناس غرقانين فيه، لكن بعد فترة ووقت هيظهر الشخص اللي هينقذهم من الغرق. الحقيقة ان الحكاية بتبدأ قبل كده بشوية، وخليني احكيها لك بالتفصيل عشان تقدر تشوف النور ده وسط الضلمة اللي تسيرت بابل والارض كلها في الفترة دي. بس قبل ما نكمل الحلقة اللي تعتبر من اضخم حلقات المسلسل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. سنة 1900 قبل الميلاد تقريبا، يوم الزينة في بابل، يعني يوم الاحتفال بالمواليد الجدد. وأعظم المواليد في اليوم ده كان ابن الملك كوش حاكم بابل، اللي اتولد له طفل جديد سماه زهاك. وفي احتفال ضخم تم تقديمه للعوام من الشعب البابلي في احتفالية مهيبة، عشان يعرف كل شعب بابل ان الطفل الصغير هو الوريث الشرعي للعرش، وهو حاكمهم الجديد كمان كام سنة. وتمر الأيام ويعيش زهاك في قصر كوش حياة رغيدة، منعما مرفها بكل الطرق، وينشأ على انه حامل الملك القادم ووريث العرش المنتظر. وفعلا يبلغ زهاك مبلغ الرجال، ويتم تنصيبه مساعدا لأبيه في امور الحكم. وبعد ما توفي كوش تولى زهاك الحكم، ومن هنا تبدأ حكايتنا تاخد منعطف تاني. زهاك كان مجنون بالعظمة، وشايف نفسه اكبر من اي انسان عادي، وانه ذو مكانة مقدسة وسط الناس. فقرر انه يدعو الناس لعبادته هو نفسه، وانه تجسيد الاله على الارض، وكان مهووس جدا باسقاط ذاته كرمز ديني مقدس لزاما على الجميع انهم يتبعوه. وفعلا شوية من اهل بابل اتبعوا تعاليمه واوامره، وبدأ وسط العامة ينتشر عبادة زهاك، اللي قرر انه يبني قصر ضخم جدا وطويل جدا يوصل بيه للسماء عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله. وبدأ البناؤون في بناء القصر الضخم ده، وبدأ البابليون يتكلموا عن الموضوع ده ويثير اهتمامهم عشان يعرفوا مدى عظمة وقدرة زهاك. لحد يوم من الأيام وفي وسط القوة اللي وصل لها، يشوف حلم وهو نايم يقلب موازين الأمور تماما. فارس قوي جدا وشه منور وراكب خيل وطاير في السماء، وشاف نفسه طاير في السماء رايح يواجه الفارس ده. بص في الأرض وبعدين رجع يبص على الفارس ده، فلقاه اختفى وحل محله كوكب متألق. وبعدين بص لنفسه لقى نفسه اتقلب وبقى شمس، ثم اختفت الشمس من السماء، وفضل الكوكب المنور ده. وأعاد النظر مرة أخرى فرأى الفارس في موضع الكوكب المتألق يغير اتجاهه الأول ويقترب بسرعة رهيبة من الأرض، هاجما بفرسه على النمرود نفسه. ففزع وصحى من نومه صارخا فجأة. أول لما صحي استدعى عراف المدينة فورا للقصر، وحكاله الكابوس اللي شافه، عشان يرد العراف يفسر له الكابوس ده ويقوله: سيولد ولدا صغير ينازعك في الحكم ويقضي عليك يا مولاي. اتفزع النمرود وأمر بقتل كل مواليد بابل والأقاليم السبع المحيطة، وقد كان. فبدأ الجنود يلفوا في المدن يسألوا عن النساء الحوامل ويترصدوا لمواعيد وضعهم عشان يقتلوا الأطفال الذكور منهم فور ولادتهم. وفي أور الواقع على حدود بابل، عاش تارح ابن ناحور بيشتغل على صناعة ونحت الأصنام وبيبيعها لأهل المدينة، وكان قد بلغ من العمر 70 عاما. في نفس الوقت عرفت زوجته بحملها، فقررت انها تخفي الحمل عن الناس وحتى عن اقرب الناس ليها زوجها نفسه في البداية، لانها كانت خايفة يصيب طفلها ما يصيب باقي الاطفال من قتل الرضع باوامر زهاك او النمرود. ولما بدأ الحمل يظهر عليها بلغت جوزها تارح، واتفقت معها لانها هتروح مكان بعيد عن العيون لحد ما تضع الطفل. وفعلا نجحت في وضع مولودها الجديد ابراهيم، سيدنا إبراهيم الخليل، واسمه بيعني الأب الرحيم.
وهو إبراهيم بن تارح بن ناحور من نسل سام بن نوح عليه السلام. في الفترة دي عبادة الله الواحد الأحد كانت عبادة بائدة منسية، مفيش حد دلوقتي على الأرض بيعبد ربنا نهائي، وكل الأرض مشتتة في عبادتها زي ما قلتلك من شوية، عبادة أوثان ونجوم وكواكب وأصنام وكمان أشخاص مدعوا الألوهية، فكانوا أسرى لظلمات أفكارهم. اتربى إبراهيم بعيد عن العيون، وطبيعة نشأته في بيئة مستترة جعلت من تفكيره ما يتأثرش باللي حواليه، فكانت أفكاره على الفطرة تماما، لحد ما عدت السنين والشاب المراهق بدأ تراوده أسئلة كتيرة جدا، أسئلة من شأنها أنها تخليه يتأمل ويتفكر في الكون بحاله، إزاي وليه ومين، لحد ما وصل لأبسط وأعمق سؤال، من الذي خلق كل شيء؟ وفضل السؤال ده جواه بيكبر يوم بعد يوم، لحد ما كان في عمر 13 سنة خرج سيدنا إبراهيم في رحلة خلوية لبابل لوحده تماما، وقرر إنه من خلال الاحتكاك بمجتمع بابل المنفتح والآلهة اللي بيعبدوها هيقدر يحدد أي إله يعبد، لأنه أكيد هيلاقي إجابة لكل الأسئلة الكتيرة جدا اللي بتيجي في دماغه. وراح جلس فوق جبل بأرض بابل وبدأ يتأمل السماوات ويتفكر فيها ويتأمل، وشاء الله أن يلفت نظر إبراهيم إلى آيات الكون، وفضل يفكر ويتدبر لحد ما شاف الشمس وهي بتقارب للغروب، ولما جاء عليه الليل شاف في السماء كوكب بزغ بشدة في الأفق. الكوكب ده كان اسمه الزهرة، واللي كان فيه مجموعة من أهل بابل بيعبدوه، فوقفوا تحت الجبل يتضرعون ليه ويطلبوا منه الرحمة والرزق. فاستغرب سيدنا إبراهيم جدا، فنزل لهم وسألهم باستنكار شديد، هذا ربي؟ وبدأ يتابعهم في صمت لحد ما اختفى الكوكب تماما عن الأبصار. بصلهم وقال لهم لا أحب الآفلين، وسابهم ومشي. وأثناء ما كان ماشي في بابل شاف مجموعة تانية قاعدة بتتعبد وموجهة وجهتها ناحية القمر، فاستغرب أكتر ولكنه قاعد معاهم فسألهم أهذا ربي؟ وفضل معاهم لحد النهار ما طلع واختفى القمر تماما في الأفق. وقتها عرف برضو أن مستحيل يكون هو ده الإله اللي خلق كل المخلوقات، ومن ثم مر بجماعة أخيرة كانوا بيعبدوا الشمس، فأعلن أن الشمس ربه لأنها أكبر من القمر، وما إن غابت الشمس حتى أعلن براءته من عبادة النجوم والكواكب، وأنهى جولته الأولى بتوجيه وجهه للذي خلق الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وهو خالق واحد خلق كل هؤلاء الآفلين، فسلم لله وجهه. وأدرك سيدنا إبراهيم أن كل المخلوقات اللي بيعبدها أهل بابل ما هي إلا مخلوقات لابد لها من خالق، وبالحقيقة دي أيقن أن في إله واحد أكبر وأعظم من كل المخلوقات دي، وأكيد هو اللي خلق كل شيء زي النجوم والكواكب والشمس والقمر، وحتى الأصنام دي اللي تم تصنيعها من طين، الطين ده اللي خلقه رب أكبر وأعظم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ورجع تاني مكان ولادته، وهناك يقابل أبوه تارح مرة تانية، بس المرة دي مش زي كل مرة، فأبوه تارح كان عابد للأصنام، مش بس كده كان واحد من كبار صانعيها وناحيتيها في بابل كلها. فرح له سيدنا إبراهيم وبشجاعة كبيرة بدأ يناقشه بالحسنى وينصحه باللي وصله وقدر يفهمه، وحاول يقنعه ان الكون له خالق واحد عظيم لا نهائي حكيم خلق الكون كله وخلق الانسان، والانسان صنع الاصنام. وبدأ والده يجادله في عبادة الاصنام، فكان رد سيدنا ابراهيم
كيف نعبد صنما لا يضر ولا ينفع، لا يسمع ولا يرى، ساكنا لا يتحرك؟ كيف ندعو أحدا لا يسمعنا أبدا؟ ثم نبه على والده وعرفه أن ربنا سبحانه وتعالى أتاه علم وهداه عشان ينفع الناس. اتكلم مع والده بكل أدب ورفق، وكان نفسه أن والده يتوب ويؤمن بربنا سبحانه وتعالى، لكن تخيل رد والده عليه كان إيه. طلب منه أنه ينتهي عن اللي بيقوله ده تماما، وتوعده بالرجم لو كمل في أفكاره دي ويرجع يعبد الأصنام. ولما رفض سيدنا إبراهيم قرر أبوه أنه يطرده من البيت. لم سيدنا إبراهيم حاجته ومشي فعلا من البيت، بس قبل ما يمشي قال لأبيه: سأستغفر لك ربي ولن يصلك مني مكروه ولا أذى. وفضل يدعي له ويستغفر له لحد ما تبين له أن أبوه يكون عدوا لله سبحانه وتعالى، فتبرأ منه. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. وراح سيدنا إبراهيم على بابل، والمرة دي قرر أنه يعمل ثورة، ثورة ضد الظلم والظلمات، من شأنها أنها تغير شكل العالم من بعدها. وصل على بابل، وفي يوم الزينة اللي كان من كام سنة عيد احتفلت فيه بابل بمولد زهاك، كل بابل بتتحضر ليوم الزينة والتجهيزات بتجري على قدم وساق، الكل مشغول للتحضير لأكبر محفل سنوي بيتم في بابل. يقرر سيدنا إبراهيم أنه هيروح المعبد الأكبر، وفي لحظة ما الكل نايم بالليل بعد يوم شاق من التحضير ليوم الزينة، يدخل المعبد ومعاه فأس، ويقوم مكسر كل الأصنام بفأسه ويحطمهم كلهم مرة واحدة. وتاني يوم لما يصحى البابليون بيشوفوا الكارثة اللي كانت مستنياهم، كل الأصنام والتماثيل في المعبد الأكبر متحطمة ومتكسرة. اتفزع أهل بابل، والحادثة دي مثلت الحدث رقم واحد وأخباره كانت بين كل الناس، فشاع إن كان في مراهق شاب بيتكلم عنهم بسوء وسط الناس واسمه إبراهيم. والده طرده من البيت لنفس السبب، فراحوا ليه غاضبين ويتملكهم الانفعال وسألوه: أنت من فعلت هذا بآلهتنا؟ رد سيدنا إبراهيم ما كانش متوقع ولكنه ذكي جدا، فقال: فعلها كبيرهم، ذهل الكل. وأدركوا أنه يقصد أن مفيش صنم قادر على إحداث أي فارق لكونه صنم، فما بالك بأن كابرهم هو اللي حطمهم. ده أثار غضب الجميع في بابل، فده تعدي واضح وصريح مش بس على الأصنام اللي هي ليها قدسية الهيئة عندهم، وإنما كان تحدي واضح لأفكارهم كلها وكل اللي ورثوه عن أبائهم وأجدادهم. فجأة بقى تحت التهديد بسبب شاب مراهق، ثار غضب الكل وطلبوا بعقاب شديد يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أنه يقدم على أنه يتعدى مرة تانية على آلهتهم. وفي وسط كل الفوضى الحاصلة سيدنا إبراهيم كان ثابت تماما، وقرر قاضي بابل أنه يحرق إبراهيم عليه السلام، وأمر كل أهل بابل بتجميع الحطام وأنهم يعملوا نار ضخمة عشان يترمي فيها إبراهيم عليه السلام. وفعلا لمدة 3 أيام فضل البابليين يجمعوا في الأخشاب والأوراق وكافة الأشياء اللي ممكن تتحرق وحطوها في وسط بابل وولعوا فيها. والحقيقة أن النار كانت ضخمة جدا، كانت ظاهرة من على حدود المدينة من برة. متخيل؟ حضروا منجنيق ووجهوه ناحية النار دي تحديدا، ووقف عليه خير جنود بابل
ويوم الزينة اتقلب للانتقام من النبي سيدنا إبراهيم نفسه، وفي الصباح المحدد تقف بابل كلها مستنية المنظر. الكل هيكون شاهد على اللي هيحصل كمان شوية، حرق إبراهيم الشاب اللي تعدى على الأصنام في يوم الزينة. وبالفعل بيوصل إبراهيم قدام المنجنيق وهتافات البابليين مش بتهدى، واللي كانوا كارهينه تماما وشاف ثورتهم ضده رغم انه ما كانش عايز يقدم لهم حاجة غير صحوة. ومرة واحدة يبص سيدنا إبراهيم للسماء ويقول: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. ويتم قصف سيدنا إبراهيم من المنجنيق في الهواء باتجاه النار. فجأة يظهر لسيدنا إبراهيم وهو في السماء باتجاه النار سيدنا جبريل، ودي كانت أولى التجليات من الملكوت لسيدنا إبراهيم. وكل الإصرار اللي كان عليه سيدنا إبراهيم كان ناشئ من ذاته نفسه، وجي سيدنا جبريل عشان طمأنة سيدنا إبراهيم عليهما السلام. وبالفعل سقط إبراهيم في النار، ولكن سيدنا جبريل قال: فلما أنقذفوا فيها إبراهيم نادى جبريل عليه السلام بأمر من ربه أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفضل سيدنا إبراهيم في النار دون أن تصيبه بأذى، قيل 5 أيام وقيل 50 وقيل غير ذلك، بس في الآخر شخص يكون في النار وما يتحرقش، ومش أي شخص، ده نفس الشخص اللي كسر الأصنام في المعبد الأكبر. الرأي العام في بابل اتقلب مرة واحدة، وكثرت البلبلة لما خرج إبراهيم من النار سليم. الأمر اللي استدعى النمرود أنه يبعت يجيب سيدنا إبراهيم عليه السلام عشان يواجهه. بعد ما الموضوع بتاع نجاته من النار ده بدأ يسمع والناس بدأت تتكلم وعرش النمرود يتهز من تحته، وصل سيدنا إبراهيم لقصر النمرود وسط حشد عظيم لمناظرة مرتقبة من كل أهل بابل. النمرود قال: يا إبراهيم من ربك؟ رد إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. فرد النمرود: أنا أيضا أحيي وأميت. تقدر تقول إن وقتها النمرود كان فاهم إنه غلطان وإنه حجته ضعيفة، لكن ما كانش في إيده أي حاجة يعملها غير إنه يتحدى سيدنا إبراهيم عليه السلام ويرد عليه أي رد يقفل المناقشة. الموضوع ده كان يمكن ينفع مع أي حد إلا سيدنا إبراهيم اللي رد عليه بسؤال قدام الناس كلها وقال له: كيف تحيي وتميت؟ لكن واضح ان النمرود كان منطق في رده اللي رد بيه، وعشان كده قال: اطلب رجلين من المحكوم عليهم بالقتل فاطلق واحدا واقتل واحدا فاكون قد امدت احدهم واحييت اخر. لكن برضو واضح ان النمرود كان ناسي تماما مدى رجاحة عقل سيدنا ابراهيم ومدى قوته في الحجة، عشان كده سيدنا ابراهيم رد عليه رد قاطع وقال: ان كنت صادقا فحي ذاك الذي قتلت. النمرود وقتها زي اللي نزلت عليه صاعقة من السماء، معرفش يرد ومعرفش يتكلم ولا يقول ايه. فبخته سيدنا إبراهيم وقال له: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. مش محتاج أقولك إن النمرود هنا انتهى مع الجدال وقضي عليه تماما. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعد كل اللي حصل ده أدرك سيدنا إبراهيم إن ده كان وقت الرحيل من بابل، فاستقر قليلا وبعدين جمع حاجته ولم شمله وأخد معاه زوجته سارة اللي تزوجها في بابل وابن أخيه لوط اللي كان مؤمن بيه جدا، واتجهوا نحو مصر. في الطريق استقر الطرفين لوط وإبراهيم عليهما السلام بحيث يفضل سيدنا لوط في الجزيرة ويروح سيدنا إبراهيم على مصر. فراح سيدنا لوط على سدوم وعمورة، وده اللي هحكيهولك بكرة، ما تنساش تتابع بقى. المهم وصل سيدنا إبراهيم على مصر واستقر فيها شوية، وهناك يهدي ملك مصر هاجر. الحقيقة أن السيدة هاجر كانت أميرة مصرية، وفي البداية أحبت صحبة السيدة سارة فسمح لها أنها تغادر مصر وتروح تعيش مع السيدة سارة. وأي حكايات تانية عنها أنها كانت جارية للسيدة سارة أو ما يشبه ذلك فده كله من الإسرائيليات. المهم رجع سيدنا إبراهيم بيهم على كنعان اللي هي فلسطين دلوقتي، واستقر فيها وأسس أول مكان ليه ولأسرته في كنعان،
بس سيدنا إبراهيم كان طول الفترة دي لم ينجب تماما، وده أثر جدا على نفسية السيدة سارة، واللي بلغت من العمر الكثير لحد ما سمحت له يتزوج من السيدة هاجر طبعا عشان ينجب خليفة لي. وبالفعل تزوج سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر، وبعد فترة بسيطة تبقى حامل لي في أول طفل لي، وتضع هاجر المصرية أول نبي عربي إسماعيل. ولكن وجود طفل من هاجر أثار غيرة السيدة سارة اللي طلبت من زوجها أنه يبعد هاجر وطفلها عن كنعان. فنزل الوحي من عند الله لسيدنا إبراهيم أنه ياخد السيدة هاجر وطفلها الرضيع إسماعيل ويمضي بيهم حتى يشاء الله. فضل ماشي بيهم، وكل ما يوصل لمكان فيه زرع وماء يسأل: إلى ها هنا يا رب؟ فيجيب جبريل: امضي يا إبراهيم. لحد ما وصلوا مكان لا فيه زرع ولا مياه، وهنا أبلغوا جبريل بالاستقرار. ما استغربش ولا اعترض، بص للسيدة هاجر بعطف شديد وأشار ليها بالاستقرار، وتقدم إليها إبراهيم عليه السلام ومال برأسه على طفله الرضيع وقبله، ونزلت دموعه تنساب على خدوده الكريمة، ثم رفع عيونه في عيون هاجر اللي تعلقت فيه واحتضنته بشدة. ابتعد عنها وهم النبي بالرحيل، فنادته هاجر: أين تتركنا يا إبراهيم؟ فلا ماء ولا زاد هنا. وبعد أن استقروا أمر الله أن يرحل عن المكان، فقال لزوجته: إن الله هو الذي أمرني بترككم هنا، فهو لن يضيعكم. فردت هاجر: فإذا لن يضيعنا. ورجع سيدنا إبراهيم على كنعان مع زوجته سارة، وعاش معها سنين طويلة، وكان كل شوية يمر على زوجته هاجر وابنه إسماعيل يطمئن عليهم وعلى أحوالهم. وتمر السنين والوضع يستقر شوية ما بين أنه يتجول من كنعان لمكة، لحد اليوم اللي زارته الملائكة قبل ما يروحوا على سدوم وعمورة. في يوم من الأيام، وبينما سيدنا إبراهيم كان مشغول في تحضيراته في المنزل، وصلوا ضيوف شكلهم حلو جدا، ألقوا عليه السلام. كان شكلهم كأنهم ذوي مكانة كبرى، يبدو عليهم الحسن البشري في مطلقه. انبهر بيهم سيدنا إبراهيم وقرر أنه يستضيفهم ودعاهم للغدا. وفعلا وقت الغدا ذبح عجل كبير وقدمه ليهم، ولكن إيديهم ما تمدتش على الطاولة تماما، فتوجس منهم جدا سيدنا إبراهيم وخاف منهم جدا. وفجأة كشفوا لي أنهم ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، ووصلوا هنا عشان رايحين على سدوم وعمورة لينزلوا عليها عقاب الله. هنا خاف سيدنا إبراهيم على سيدنا لوط، فقال الملائكة يذكرهم بأن لوط يعيش هناك. فقالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها. وبشروا زوجته سارة بغلام عليم، ثم رحلوا. السيدة سارة أخيرا هتكون أم بعد كل السنين دي، وعلى الرغم من سنها الكبير. وبالفعل ما هي إلا شهور قليلة وتضع السيدة سارة مولودها في كنعان، إسحاق. وفي واحدة من زياراته لابنه إسماعيل بنزل على سيدنا إبراهيم الوحي أنه يبني كعبة في المكان ده، فقال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: إن الله قد أمروا أن يبني بيتا ها هنا. فأجاب إسماعيل عليه السلام أن يطيع ربه، فأخبر إبراهيم ابنه عليهما السلام إن الله تعالى قد أمر بأن يعينوا ابنه، فقال إسماعيل: إذا نفعل. فبدأ سيدنا إبراهيم يبني البيت وإسماعيل يناولوا الحجارة، والاتنين بيرددوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما انتهوا من أعمال البناء واستوت الكعبة في مكانها، أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أن يؤذن في الناس للحج، وعاش سيدنا إبراهيم الخليل ما بين كنعان ومكة حتى توفته المنية بعد أن نشر الدين الحنيف وسط ربوع الجزيرة اللي بقت على أهبة الاستعداد لاستقبال نسل شعب الله المختار. استنى موضوع حلقة بكرة عن قوم سيدنا لوط عليه السلام، وما تنساش تتابع مسلسل كل يوم نبي، كل يوم عندنا في القناة قصص الأنبياء وسرد مفصل وبسيط وكأنك بتسمعها لأول مرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.